الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. انا مدام سوني عميري، عامله ماتريز انفورماتيك ابليكا لجيستيون. عندي البروجي انيتي دو كونسيونمون دو ويل دوليف افيك بيرسوناليزاسيون دي بوتي دي كوفري فلوس لاتيه القروان. البروجي نتاعي مش يتمثل في تعليب زيت الزيتون، خاصه مش نختص انا بالزيت الوسلاتي اللي هو نقولوا له زيت الجيب، اللي هو يتمتع بفاريتي به برشا، اللي هو امير بيكون وفرويتي بنين زاده برشا وعنده برشا منافع صحيه. وانا اليوم في جيت هنا باش عرضت المنتوج نتاعي، شافوه الناس كل في لي بوتي في افيك دي كوفري. توا البروجي نتاعي في ديماراج، قاعدين ابيانتو ان شاء الله تجي لي زيكيبمون في الوسلاتيه القروان، ونبدو في البرودكسيون ان شاء الله، ومن بعد الكوميرسياليزاسيون ديجا عندنا لي مارشي ان شاء الله في تونس وخارج تونس. والله اضافه انه فما برشا امتيازات، فما بروجرام جديد معناها باش يدخل باش يتلهى سيرتو باللي برودوي دي تروار بولاية القيروان، ولهذا معناها أنا يهمني برشا. وزيد تشجعنا كي تبدأ هكا ولايتنا لهين بينا ويأطرونا وشنو موجود، شنو موجود في تونس وفما دي كونفونسيون خارج تونس، هذا الكل يخلينا باش نجم نروج المنتوج متاعنا في تونس وخارج تونس. فمتى سيرتو الزيت الوسلاتي اللي يميز مثلا منطقة الوسلاتية باللي باش نخدموا على لاوسين إن شاء الله، معناها فما برشا حاجات عنا ثروة كبيرة لكن مش ما عندناش الفالوريزاسيون نتاعها. السيدة حنان العبيدي بن عياد، ممثلة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. بالنسبة لمشروع بامبات اليوم جينا للقروان، الهدف من الزيارة هذه اليوم باش نقدموا الاستراتيجية الوطنية اللي قامت بها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع مشروع بامبات، مشروع منسق من طرف لونيو دي وممول من طرف الجانب السويسري. دونك اليوم جينا لهنا باش نقدموا الاطار اللي قمنا فيه طيله السنه الماضيه لاعداد هالدراسه هذه، دراسه استراتيجيه الهدف منها هو التعريف وتثمين المنتجات المحليه في الجمهوريه التونسيه. فما برشا تاريخ صار وخدمة صارت 5 سنين التالي، دونك الناس كل ولات تحكي على المنتوجات المحلية التونسية. قمنا بجرد عام 2016 وخرجنا العديد من المنتوجات المحلية قاعدة تندثر اللي سويتها دي كريتير عملناهم وخرجنا هالمنتوجات هذية. دونك وعملنا دي كريتير باش نجمو اترافيغ سو بروجي ان بتي فينونسمون باش نخرج باستراتيجية جهوية. استدعينا جميع المتدخلين كانستيتيوشن كهياكل نتاع جهويه، دونك من وكالة المستثمرات الفلاحيه، من مندوبيه الفلاحه، من جميع ممثلي اللي نجموا يقوموا بهالتثمين، يقوموا بهالكومينيكاسيون سور سي برودوي دو تيروار اللي هما مش كان الفلاحه، معنا السياحه، معنا البيئه، معنا الصحه، معنا كل المتدخلين في هذا، التنميه الجهويه هذايا. وكيف كيف استدعينا كان قمنا بمعرض اليوم الصباح، قدمنا اللي انتفعوا ديجا بالميداليات خلال دورة الثلاثة للمناظرة الوطنية للمنتجات المحلية، وقدموا اليوم فريمون دي بون برودوي ولاو موجودين على السوق المحلية الداخلية والوطنية. وتوا اليوم رينا اللي عندهم شهيد او نيفو انترناسيونال، لقاو زيوت زيت وصلات، لقينا الورد نتاع القروان. دونك اليوم قاعدين الناس تكتشف فريمون الناس جات معناها تكتشف اللي فما موروث غذائي وموروث جهوي في منطقة القروان اللي إن شاء الله باش نخدموا عليهم العامين هذوما. دونك احنا ندعو الناس الكل. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.